لم تكتف السلطات الإسرائيلية بالتضييق على المواطنين العرب في النقب وإصدار أوامر هدم لبيوتهم ومنشآتهم، بل أصبحت تفرض غرامات مالية كبيرة على ضريبة الهدم، ما دفع المتضررين إلى اللجوء لهدم بيوتهم بأنفسهم. والله لما هدينا البيت قديش كان صعب برضو لولادي، قديش هم بيطلعوا يعني عن جد اللي هي هدم البيت، قديش برضو هم قديش زعلوا، قديش تأثروا برضو الأولاد في دول وفي عالم ثاني أو في داخل الدولة. لما بيصير أي شيء عن جد بيعالجوهم، بس احنا للأسف الشديد ما في يعني ايش بنقول في نهاية المطاف، بعوض الله سبحانه وتعالى. اهدم منزلك بيديك. إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تجبر مواطنيها على هدم منازلهم بأيديهم تحت حجج مختلفة وذرائع عديدة. قرية أبو تلول المعترف بها كنموذج. هذا زي ما انتم شايفين في قرية اللي هي معترف فيها، معترف فيها، فما بالك في قرية غير معترف فيها؟ في قرية معترف فيها فكر كيف ايش اللي بيصير، وهي معترف فيها للأسف الشديد. انا اتمنى ونطالب بإيجاد حلول لهذا الهجمة الشرسة ضدنا في النقب. احنا من العائلات اللي دعمت هذه القرية، هذه القرية اعترف فيها في سنة 2006، ولا بيت في عندنا بيقدر في تسريح لبناء. ايش بناخذ؟ بس هدم. احنا اليوم نتوجه من هنا ونطالب ان يعطونا التسريح على اساس نبني. احنا قرية معترف فيها بشكل رسمي من الحكومة، لكن اعتراف اللي انا شايفه واللي انتم شايفينه هو اعتراف على ورق فقط. انا اضطريت ابني وبنيت، كلفنا المبنى مئات الاف الشواكل، واضطريت اهدمه. لو جو اللي هي يهدموا لي فممكن يكلفني برضو مئات الآلاف الشواكل.